اهلا وسهلا، اش اخباركم؟ يا ربي كلكم تكونوا في احوال جيده ان شاء الله. من صوتي غنبان لكم انني فرحانه، وهاد الفرحه كنتمناها لاي سيده. يا ربي يا ربي. صراحه حنا عيالات حوايج بساط بزاف يقدروا يفرحونا، الحمد لله عليها نعمه. خليكم معايا من الاول ديال الفيديو حتى الاخر، لانه فيه نصائح مهمه بزاف بالنسبه للسيدات اللي غادي يبغيو ياخذوا غساله الاواني، واللي اكيد غادي تنفعهم بزاف. شوفوا لي البنات الحداقه، المهم هادشي من بعد العجاج ومن بعد ديك العاصفه الله يلطف بينا. هنا شتي ورا صبات، ضربت بواحد السيق على البالكون. هذاك اللي كتشوفوني حاطاه تماك، هذاك الصندوق كديرها انايا في البلاصه ديال لافيسيل. هي دابا هما النهار جينا نهار خدينا الدار، جينا لقينا مخلينا البلاصه ديال لافيسيل. انا قلت انني ما غاديش نحتاج ليها، مثلا مشيت عند النجار صاوب لي هذا الصندوق اللي كنت كنجمع فيه بزاف صراحه ديال المواعين وريبوط ديال البلاستيك. مي لقيت راسي انني خاصني ولا بد خاصني لا ماشينه لا ماشين ديال المواعين. صافي المهم انا غادي نوريكم هنايا هاد البلايصه، دائما نوريها لكم اللي بغات تعرف التفاصيل ديال هاد البلاصه. بزاف ديال البنات صاوبوا بحالها من عند السيد نيت اللي ريكومونديت ليهم، انه حتي بكي. انا جايه ماما، انا جايه. لقيتو هيني الا بدلت الفراش، غادي نصبن هاد الفراش اللي كنت دايره في الناموسيه ونوريكم لالا مولاتي العروسه. ترى ها هي خديتها فرحانه بها. هذه البنات ديال بيم لقيتها عند الغوفوندور، حيت باقي ما جابوهاش في بيم، لقيتها غير عند واحد السيد كيعاود كياخذو كيعاود فيهم البيع. كانت بقات عنده غير بياسه واحده. المهم غاديش نقدر نكمل الفيديو نوحتي بكي، تنعاود نرجع ليها. المهم انا راه خديتها البنات، راه خديتها جديده، جابها ليا بالكارطونه ديالها بكل شيء. شوفوا لا مارك هي هذه ديال بيم، حيت لها الميكا، حيت لها الفرشي، انا اللي حيت لها كل شيء بايديا. مي صراحه ملي حليت لقيت فيها فحال ريحه الخل، فحال ما عرفتش شي ريحه، قلت هيك ما مستعمله وما عرفتش. والله ما نكذب عليكم، انا كنت قريت بعض المرات دي كومونتير كيكتبوا بانه هما تيستعملوها، صحاب بيم تيستعملوها باش يجربوها واش خدامه ولا ما خداماش. مي باش نقول لكم الله اعلم. المهم انا باقا ما جربتهاش لحد الان، باقا ما جربتهاش. انا كندير لكم هاد لا فيديو راني باقا ما جربتهاش، حيت باقا ما خديتش لي برودوي، باقا ما عرفتش شنو برودوي ناخذ. شي حاجه اللي تخرج لي المواعن كيرمعوا، باقا ما دوزتش ليها التيو، باقا بزاف د الحوايج باقا ما درتهمش. هانتوما راني غاسله المواعن باش تعرفوا. صافي المهم انا فرحانه بها، ملي غادي نجربها غادي نبارطاجي معكم كل شيء بيان سور، حيت بزاف ديال البنات باغيين ياخذوا بحالها. قالوا لي بارطاجي معانا، قلنا كي جاتك اكيد اكيد غادي نقول لكم، غادي لكم فيديو خاص غير كيفاش نستعملوها، كيفاش تخرج المواعن. حتى انا النصائح اللي غيعطوني البنات اللي متبعيني حتى انا غادي نحاول ندير بيهم. وصافي المهم انا فرحانه بها بزاف. نزل الثمن راه هي نورمالمون كدير 2200 درهم، انا خلاها ليا السيد ب 2000 درهم. يمكن بقات عنده غير بياسه وحده ولا، المهم تنجربها ونشوف شنو غادي يخرج من تحت هادشي. ايوا صافي المهم الكويزينه ديالي هي تقريبا كملات. هنا بغيت نشارك معكم مواد التنظيف اللي كنستعمل واللي خديت بالنسبه للغساله ديال الاواني. خديت هذا بالنسبه لهذا البنات، راه احسن ما كاين. هو صراحه كاين واحد اخر سميتو فيري، ما تيكون غالي شويه، داكشي علاش انا خديت هذا متوسط الثمن. بالنسبه لهذا راه ما تحتاجوا معاه لا ملمع لا والو، كديروه بوحدو. هذا راه كيدار في البلاصه ديال الباستيه، ما كيدارش في البلاصه ديال الملمع، ماشي خسر لكم لا ماشين. فوالا خديت هذا. بالنسبه للملحه حتى هي خديت ميم مارك، خديت هذه راه فيها 2 كيلو، راه كدي معكم مده طويله. وكذلك خديت هذا راه اخر ما كاين بالنسبه لهاد الباستيات البنات. عطيو هادو راه ما تحتاجي معاهم لا ملمع لا حتى شي حاجه، فيها 62 بياسه. بالنسبه للاباج نخلي لكم انا منين كناخذ مواد تنظيف شي حاجه كاليتي، الريحه كتبقى زوينه. ميم هذوك ديال لا ماشينه لافي كناخذهم من عنده طوب دي طوب. كيف ما شفتوا انا ما خديت لا ملمع لا والو، لان هادو فيهم كل شيء. صافي وبالنسبه لهادو ديال الاريال بود خديت هادو، راه حتى حليتهم وجربتهم عاد باش شاركتهم معكم، باش فهمتي بنادم اهم حاجه هي المصداقيه. خديت هذا راه فيها 50 بياسه، الريحه ما نعاودش لكم كتبقى يا سلام واعره بزاف. هادو حتى هو تقادات لي الاولى وخديت الثانيه، حتى هادو زوينين. السيد راه غتلقاو عنده ثلاثه ديال الاشكال والالوان. المهم انا هذا هو اللي تيعجبني تناخذو، وكاين واحد غوز حتى هو خطير، ما متوفرش عنده بور لانستون، مي غيجيبو، راه وصيتو باش يجيبو لينا.
هاد الحبيبات حتى هما بلا ما نعاود لكم على ريحتهم. وبعد مرات ملي كتقادي لي هذاك اريال كان تتقاد لي، ولكن كنخاف ناخذو من شي بلاصه وما يكونش ريحته زوينه، كناخذ هاد اريال ليكيد حتى هو راه زوين، كيخرج الحوايج زوينين وخرج فيهم ريحه زوينه. بالنسبه للملين الملابس تقاد لي مشري، غادي نشاركو معكم لا ماشين لافي البنات. انا كناخذ ليها هادي من ساكا كويزين، كناخذ هادي هي اللي كنغسلها بها ملي غادي نبغي نغسلها. غادي نوريكم الطريقه كيفاش نستعملوا هاد القريعه. فوالا باش نحل لكم القرعه. فريمون هاد الحوايج ديال التنظيف تياخذوا شويه مصروف، مي راهم واعرين تيحافظوا لك على لي ماشين ديالك. فوالا هادي هي القريعه ديالها. واهم حاجه في التنظيف هو هاد الخل ديال التنظيف، هذا راه مهم. بالنسبه لهذا راه ديال بيم، راه كيدير يمكن 10 دراهم 11 درهم ما عقلتش بالضبط، مي هذا مهم بزاف. بلاطاش بيكربونات هادي تانا، هادي مهمه عندي في هاد لوكوا. ودابا بغيت ندير معكم واحد التجربه باش هكا تشوفوا المعنات كيفاش تيخرجوا. لا بارتي الاولى من الفيديو راه كنت صورتها لكم في الوقيته فاش كنت خديت لا ماشين، مي هاد التجربه اللي كندير دابا كنت استعملتها حتى جربتها مزيان عاد باش قررت انني نشاركها معكم. صراحه كتخرج المعنات فنين. انا كندير واحد لاستيوس قالت لي واحد السيده، وبغيتكم تقول لي واش حتى نتوما كديروها، واش بصح افيكاس فاش توصل الوقيته ديال السيشاج هكا باش ما تاكلش ليا الضو بزاف نحافظوا شويه على الالكتريسيتي. قالت لي ملي توصل الوقيته ديال السيشاج صافي دوري هاد سكتيها هكا كتنقصي من الاستهلاك ديال الضو. كتبوا لي في التعاليق واش هاد الطريقه مزيانه ولا غتقدر تخسر لي لا ماشين ديالي. فوالا هادو هما المعنات بالنسبه للتقييم ديالي لهاد لا ماشين بعد الاستعمال تقريبا ديال شهر عاد باش قررت انني نشاركها معكم. الناس ديال انستغرام راه عارفين امتى خديتها، ما بغيتش نبارطاجي معكم سيغ يوتيوب حتى نجربها. فريمون عجبتني بزاف، ما نقولش لكم كنخدمها كل نهار لانني ما كيجمعوش هي دوك الماعن ديال انني نقدر نخدم لا ماشين كل نهار. كنخدمها مره في اليومين، ولكن كتخرج لي المعنات كيشعلوا، وسورتو هذاك البرودوي اللي خديت راه زوين. الناس اللي غيقولوا لي المقاطعه مقاطعين اريال، انا هذوك لي برودوي راه خديتهم في الوقيته اللي يلاه بدات المقاطعه، وباقيين ما عرفناش شنو ما بالضبط لي برودوي اللي خصنا نقاطعو، وانا ما كنتش عارفه اريال انه حتى هو من لي برودوي اللي غنقاطعوهم. كتبوا لي في التعاليق شنو اللي ممكن نعوض به اريال، لانه فريمون شي حاجه خطيره سواء في الحوايج سواء في الماعن، كيخرج واحد لابغيونس واحد الريحه غزاله بزاف. دي مجربه شي برودوي زوين برودوي محلي تكتبوا لي في كومونتير مع ذكر الثمن وحتى البلاصه منين ناخذ. الله يجازيكم بخير. البنات غندوي لكم على لي بروغرام اللي في هاد لا ماشين. كاينين 4 ديال لي بروغرام. احسن بروغرام بالنسبه لي انا هو هذا، حيت اصلا المعنات عندي ما كيكونوش مسخين بزاف، وكذلك ما كتاخذش الوقت بزاف في الغسيل، رابيد 30 مينوت على 40 درجه. كاين هذا اقتصادي غير هو تياخذ الوقت بزاف، كتبقى لا ماشين خدامه وقت طويل. هذا صراحه عمري ما جربته. هذا تيقول لك الا كانوا عندك معن مسخين بزاف ولا مزيتين مدمين. وكاين هذا غابيد 50 مينوت حتى هو تقريبا نفس الحاجه. صافي بالنسبه لفاش كتخدميها فوالا انت كتخدم بحال دابا بغيت ندير انا هاد الغابيد، غادي ندورو جهه الغابيد وغادي نورك على هادي صافي، وغادي تسد الخدمه ديالها. ندوزو لهادو فاش تكون خدامه في الوقيته ديال لافاج راه كتكون هنايا بالحمر، وفاش كدوز للسيشاج كتهبط من هنا لهنا كتولي هذه اللي شاعله بالحمر. وملي كتسالي صافي ديك الساعه كدالك هنا فاه عاد باش تقدري تسكسيها. بالنسبه لهذه راه فاش تتقاد لكم الملحه راه تتشعل لكم بالحمر، وهذا فاش تتقاد لكم الليكيد. صافي جو بونس هادشي اللي كاين. هاد دومي شارج والله ما عرفت هادي اللي باقا ما عرفتهاش صراحه، اللي عارف ديالاش هادي كتبها ليا. دابا غادي نحلها، انا راه ديجا دايره فيها شي معنات. الو بالنسبه لهاد البلاصه هي البلاصه ديال ليكيد، كتخوي فيها ليكيد تبقاي تخوي حتى كيطلع الفوق وكتسديها. بالنسبه لهاد البلاصه هادي هي ديال
لهذوك الكبسولات. بالنسبه لي انا ما تنديرش الليكيد، حيت ديك الكبسوله اللي كندير فيها الليكيد، فيها الملمع، فيها كل شيء، فيها المنظف والملمع. صافي. بالنسبه لهاد الفرفارات ما خص حتى حاجه تكون بلوكياهم. انا ديك الشبيكه التحتانيه راني حيدتها باش كنصور لكم على خاطري ونوريكم الفيلتر فين كيتحيد فاش كتبغي تنظفيه. انا راه حيت باقا عندي نقيه، يلا خديتها، داكشي علاش باقا نقيه. هذا كيتغسل وكيرجع لبلاصتو. بالنسبه للملحه، فوالا الملحه، اول استعمال ضروري الملحه. فوالا انا ديجا باقا عندي، حيت ماشي بزاف باش خدمتها. صافي. وحذاري تخليو الملحه هنايا، فاش ديروا الملحه ديروها بالدواز، وملي تساليو مسحو مزيان هاد البلاصه. واهم حاجه الناس قلتها لكم وغنعاودها، ان حتى حاجه ما تكون مبلوكيه، هذه حتى حاجه ما تكون، حيت هذه تقدر تهرس. وكاينه وحده اخرى كما شفتوها، حتى هذه ما تكونش مبلوكيه. وباش نختم الفيديو ديالي غادي نعطيكم خلاصه القول. اللي مازال ما خداتش غسالات الاواني غير الزعم وتاخدها، واخا تعرف تجمع نهار على نهار، كل نهار تجمع شويه حتى تجمع الفلوس وتاخدها، لانها كتعاون بزاف بزاف بزاف. الحمد لله تهنيت من الروينه ديال المعن، لدرجه راجلي ولا تيقول لي الكوزينه ما بقاتش كترون بزاف. حتى لهنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، خليتكم في امان الله. السلام عليكم.